والله كان لقاء مع جمعيات المقيمة بليل بشمال فرنسا، وكانوا أعضاء الجمعيات طرقوا بعض الأسئلة خاصة حول التبرع، حول التبرع اللي قاموا به بعض الجمعيات باتجاه الجزائر فيما يخص لي كونسنتراتور دوكسيجين. فيه إشاعات يقولوا باللي ما لقاو أي إعانة من طرف السفارة. نعم، السفارة عندها ميل، السفارة عندها هاتف، السفارة عندها ناس للمهمة نتاعهم باش يستقبلوا المواطنين الجزائريين ويسمعوا كل الانشغالات ويعاونوهم كيف يبعثوا هذه المعدات الى الجزائر. الجزائر نعم. رانا باتصال دائم مع الخطوط الجوية الجزائرية اللي هي موجودة، لأن عندها رحلتين في الأسبوع من باريس ورحلة من مارسي، ولهذا من البداية كنا أرسلنا كل لي كونسنتراتور إلى الجزائر، ولكن هادو لي كونسنتراتور المسؤول عنهم هي وزارة الصحة. ما يقدرش واحد يقول لي أنا نبعث 20 أو 30 لجهة معينة. كاين بعض الجمعيات هنا يا سعادة السفير، كاين بعض الجمعيات هنا يحبوا يبعثوا الولايات تحم، بعض الجمعيات ليس كل يحبوا يبعثوا الولايات تحم، والشيء هذا مش جمعنا. أنا نمثل الجزائر. نعم. من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب، مانيش نخدم على جهة معينة. أوكي. نعم. ولهذا أنا اللي يبعث دي دون ولا حاجة يبعثهم وزارة الصحة مباشرة هي اللي تسير هذه العملية. إذا كان الناس عندهم الإمكانيات وحابين يشتروا ويديهم يروحوا وحدهم، هذا ما كان الدولة ماش ما تمنعهمش باش يديو وحدهم هاد لي دون هادو ويوزعوهم على الفلاج نتاعهم ولا البلدية نتاعهم. هذا ما كان. بارك الله فيك. بارك الله فيك سعادة.